تعالوا نحكي من القلب للقلب. احنا كلنا منحب الناصرة ومنغار عليها على مستقبلها ومستقبلنا فيها. كلنا شايفين الوضع وخايفين، خايفين على اولادنا وعلى البلد واللي عم بيصير فيها. مش سر انه في اغلبية مطلقة اكثر من 65% من الناس بدها تشوف تغيير جذري، تغيير في كل المجالات. مسؤولية البلدية وادارتها للوضع الحالي واضحة ومفهومة، بس مسؤولية كل واحد ووحدة منا اللي قلبنا على الناصرة يواجه الوضع بجرأة، مش نستسلم او نتجاهله او نستنى حدا تاني يحل لنا المشاكل. لازم نشمر عن ايدينا، نشتغل ونقلب الناصرة قلب بايدينا، نقلبها مع قلب نظيف وجريء، وهذا اللي بوعدكم اعمله.